في يوم الأربعاء اللي فات 10 يوليو، زارت فريد بيبي منستر على راديو ام بي سي حتى يروجوا لأغنيتهم الجديدة فوريفر. ومن خلال انتشار مقاطع المقابلة دي في كل مكان، انتبه المعجبين لحاجة مهمة جدا، وهو ان العضو اين ما كانتش على طبيعتها وحماسها كان قليل جدا، وحتى انها كانت منفصلة عن باقي العضوات. ومن هنا على الجمهور وقال من الواضح انها تأثرت جدا بالهجوم العنيف اللي تعرضت ليه بالفترة الأخيرة بسبب غناها وطريقة صراخها ورأسها المرهق، لدرجة انها غيرت طريقتها في الأداء على المسرح، وده كان واضح جدا. كمان المعجبين حسوا بخوف كبير جدا عليها لانها ما زالت بنت صغيرة، وتعرضها للنوعية دي من الهجوم كده اثر على صحتها النفسية. ودلوقتي هقرا لكم بعض من تعليقات الجماهير. يبدو ان اين تعيش الان مع عشته جيني، قريبا ستحصل هي ايضا على لقب شريرة الكيبوب. جيني اين وليس نفس الشيء ولكن بقصص مختلفة، الان سيطلقون عليها لقب الكسولة. اين لا تستحق ذلك، لقد سئمت جدا من الكراهية، كان من الواضح عليها جدا الحماس في البداية، تذكرني بوضع جيني. وغيرهم تعليقات كتيرة جدا كلها حاسة بالحزن على حالة عيون. اما بقى على الناحية التانية، امبارح يوم الاثنين 15 يوليو شركة روزي من بلاك بانك مجموعة من الصور جديدة ليها على الانستجرام، والصور دي كانت عبارة عن سيلفي في المراية وهي مرتدية توب قصير مع سروال بيجامة، وضحت دي رجليها نحيفة جدا وطويلة. ومن هنا بدأ الجمهور يعلق على صور روزي ويقول هذا هو نوعي المفضل في النساء، انا شاذ ولكن احبك، حتى عند الذهاب إلى النوم هي مدهشة، روزي جميلة كالعادة، أنا غارق في حب تلك الفتاة حرفيا. هل هناك شيء لا تستطيع روزي القيام به؟ الملابس تبدو أنيقة جدا، ورغم الكم الكبير من التعليقات المليانة بالحب، ولكن كمان بعض الرجال الكوريين التانيين كان ليهم رأي مختلف. فعلى موقع زكيو انتشرت النوعية دي من التعليقات على صور روزي، عين الرجال والنساء مختلفة جدا، من وجهة نظر الرجال هذا الجسم قبيح للغاية، إنها نحيفة جدا، هل تتبع نظام غذائي سيء؟ بدون فلاتر ولا تعديلات هي نحيفة للغاية، اكتب لي بقى في التعليقات انت شايف ان رأيي فيهم صح.